رجعنا معكم بي دو ات يور سيلف، واكيد معنا باسكال مثل كل تنيت عم بتقدم لكم افكار حلوه للبيت. اليوم في شيء كثير مهضوم، انا صراحه بعد ما مش عارفه شو عم بتحضر، بس من الوانه حبيته. هاي سافا سافا، وانت كثير حلوين الالوان. ميرسي. باستيل له علاقه شيء بالبيبيز او لا؟ بيبيز فينا للكمان لاوضه انه لعب، اي لعب لاوضه الاولاد، في يكون طاوله ليقعدوا مثلا طابوريه يقعدوا يدرسوا عليها، فيها يكون بانك، يعني نحن بتكون عندي استعمال. عم نشوف فكره كثير مهضومه، تنفيذها كثير هين، العده اللي متطلبه منها كثير سوفيستيكي، ممكن نلاقيها بحيلا، يعني اذا موجوده يمكن عندنا بالبيت، اذا شي نهار قررنا نطرش بيبقى عندنا سطوله طرش حديد هولي تنك، يعني يا حي انا جبت وحده بعد ما دهنتها لنفرجي انه هيك سطل سطل عادي للبويا. بدنا نعوز حجمين من هيدا السطل، الحجم تبع الكيلو والحجم تبع الأكبر شوي. بدنا هول نعوزهم. رح نعوز كمان خشبة قد ما شو ما كانت، يعني شو من لونها. اكيد الالوان فيكم تختاروا الالوان اللي انتم بتناسبكم، يعني فينا نحن نعملها مثل ما انا مثلا هون اخترت الازرق والزهر مع بعضهم، فينا نختار يمكن اسود ابيض جري فور اكزامبل، فينا نفوت بحيالة الوان نحن بنحبها وشو ما شو ما كان بيزبط عنا. ورحنا نشوف كيف رح نلونهم سوا، كيف رح نجمع مع بعضهم لحتى يطلع عنا مثل بانكات مهضومة بنقدر نستعملها بحي لابارت من البيت، يعني مش ضروري بخصصها بس للولاد. فينا نكون مثلا بالمطبخ، هلا اللون اكيد بيلعب دور قدام البيت بالجردن بحي لمحل، وساعتها اللون هو بيعطيها ديفينيسيون اكثر لوين باي اسباس. رح نبلش سوا، ندهن، نشوف كيف طريقة الدهن قديش يعني منا ابدا صعبة. رح نختار اللون الازرق كديمونستراسيون نعملها سوا، بده يكون عندنا هيدا البينت يلي منجيبه من حيلا محل طرش. هلا انا بدي اشكر البيعشبي لانه انا جبت كل الاغراض من البيعشبي مثل العادة. ندهن، بتشوفي تينا انه ما بحاجه ل مثلا وجه اساس قبل او شيء، يعني بغطي عم نغطي. هذا شو البنتور بيكون؟ هيدا بنتور بنتور زيتيه او مائيه، ما في اي مشكله يعني فينا. واثنيناتهم بيكسوا منيح يعني؟ ايه بغطوا اثنيناتهم. هلا اكيد افضل انه نحط وجهين نحن، رح نفرش بس حتى يعني ليكي بوش واحد فينا بيقدر يغطي، واذا لقينا انه بعد بدها، يعني انا هون اللي عملتهم وجه واحد وجه واحد وبيطلعوا مات بالاخر، بيطلعوا مات. اذا حابين لمعيه ساعتها بنحط بالاخر كوش فيرني بتعطي هي اللمعيه للفيني اللون. رح حط هون هيك أهيان ولا. يعني أوقات بيكون عندنا أغراض بالبيت يعني حرام، أحسن ما نكبهم، أحسن ما نخسر إنه شو نكون بدنا شيء مش عارفين شو بدنا نعمل فيهم. فأفكار بسيطة وهينة وبنتسلى فيها بالبيت نحن نعملها، بنقدر نحاول. هون الفكره هي انه عم نعمل مثل بانكيت. مزبوط بهوله. مزبوط. كيفك مع الطرش تينا؟ بتحبي؟ بحب كثير. انا كمان بالزمانيه طرش بيت من برا. عن جد؟ ايه الاكستيريور يعني الاكستيريور حلو. بس اكيد مش بلبنان. لا لانه هون مش معقول تطرش بنايه. كنا بالسعوديه. لا هونيك في بيوت بالكومباوند. كومباوند ايه. فبيتنا كان بده هيك رتاباج. ايه رتاباج. ف انا قلت له انا بدي اعمل اتس ايزي يعني. جمعنا انا واصحابي وبتعرفي هونيك لانه الطقس كثير شوب على مدار السنه. وي
فالبنتير برا بيكون هذا المخرمش. عرفتي؟ فكتير هين انه صح تدهني تطر... فوقه. ايه تدهني فوقه، ما في انه ما بده يعني ما ببينه. ما بده معلميه. اكزاكتلي. وهو يعني الطرش منا شغله كثير صعبه، يعني واحد بده بس منا صعبه انه ينتبه ما يجمع البنتير بمحلات. إذا الواحد ما بيدري كثير بيجوي بسهولة بيجوي حواليك. ايه مزبوط مزبوط. عرفتي؟ فبدك تكوني شوي هيك منظمة الوضع قبل مزبوط. ما تبلش مزبوط، تحطي جرايد تحتك نايلون وتعطيني بالفراشة كمان، يعني إذا بدك تنطري فترة تنشف ترجع تعملي كوش تاني. صح، من ننظفهم مزبوط للفراشة. إذا مثلا كانت عم نستعمل بويا مائية بمي بيروحوا، وإذا زيتية بتنر بدنا ننظفهم. يلا انا هلا اكيد نحن عم نعمل شوي بسرعه كرمال نلحق نفرجي كل الايتابات كيف بدها تصير. يعني بالمبدا نحن دهنا هيدا الحلو في هذا البنتور انه ما بيبين علامه الفرشايه. اي ما بتبين، يعني شوفي هون اول بارتي عملناها. حلو. هلا اكيد بدنا ننطر لنشف قبل ما نقدر نعمل الوش الثاني اللي بيخلي كمان يعطي اوباك اكثر. هلا من بعد ما نكون دهنا اول سطل مع الغطاء، ثاني سطل مع الغطاء اكيد، هلا اللي بدنا نعمله نحن بنكون جايبين رمل او حي لا شيء بتقل حتى لانه هي بدي استعمله هيدا السطر انا كاجر بقلب لتحت البانكيت. اوكي، بدي انه تقله لحتى ما يكون عم بلقلق. اوكي، فبقدر احط فيه انا للتقيل. فينا نجمع رمل، نجمع رمل او بحص مزبوط، المهم انه يتقل شيء تقل لي انا. اوكي وبسكرها. هاو ايزي. هلا هون هيدي حطينا شيء. ايه بعتقد هون في وحده. لا ايه خلينا نحطها لك هنا. اوكي، وكمان نرجع نسكرها. هلا انا البلانش الخشب لحتى اعطيها شويه هيك حركه، يعني لحتى ما تكون هالقد بلين، وفيني انا اقدر اعمل ديزاين عليها اللي بدي. مثلا فينا نعمل ريور باللون المعاكس، اللي هو الروز. فينا مثلا اخلط لنقول الروز مع البلو بيعطيني موف. أوكي. كمان او مثلا فينا استعين بلون ثالث اصفر معهم. يعني نحن فينا نخترع مثل ما الديزاين بدنا اياه. بنجيب اكيد الماسكينج تيب لحتى نحن نحدد يعني قديش بدي انا اترك اسباس باللون. هلا بدي يكون معي مسطره. فور اكزامبل لنقول انا قررت انه بدي اعمل زياحي على ميله وحده، فيني اعملهم او في ناس بحبوا بالنص لحتى يطلع انه سيمتريك او يعني في مثل ما بدنا. شو على بالك تينا؟ كيف على بالك نعملها؟ نعمل زيحين هيك على جنب؟ زيحين على جنب. اوكي، رح اعتبر هذا هيك بهالطريقه. سو السطول الكبيره هن الاجرين. السطول الكبيره هن الاجرين مع يعني رح نلزقهم على بعضهم. اوكي، مع عندي انا هيدي مهضومه هي ملزقه عليها. اوكي، هيك هلا بنلزقهم على بعضهم بالفرد السيليكون. اوكي، وبعدين بنجمع وبدنا نحط البنش عليها. نايس. بصير يعطيني هي هيدا البنك. سو هون بدنا نتاكد انه نفس الحجم يكونوا السطوله. صح، اثنيناتهم ان كان الكبير او الصغير. مزبوط. اكيد يعني لحتى يعطي انه ما مشكل اجر شيء. أيه. ضروري يكونوا مثل بعض. لا جلسة القعده يعني. من الاول دي سو هلا انت رح تعبي رح روز؟ اعبي اللي جوا. اوكي، بنعبي الروز. اذا بقي عنا وقت فينا نعمل نقول زيح ثاني. اوكي، حسب شو ال حبيت الالوان. حلوين. هو على طول الكولور باستيل بيريحوا. ايه. هلا تيب يلي عملناها بحلقه ماضيه انه لحتى ما يجلغم البويا وتفوت بقلب
الماسكينج تيب فينا نحط لها الفيرنيل ترانسبارون. اوكي مش فيرني طبعا الدفير فيرنيل اللي بنحطه على البويا ترانسبارون، ساعتها ما بيبين لما منشيل الماسكينج تيب. اذا لاحظت اللي عملناها هون البورد مبين انه كثير نضيف الطرف تبعها، زيت الشيء هون فينا نعمل زيت الطريقه ما بيتشرب ما بيفوت لجوا. رح بلش انا ورح استعمل الكنسو اهلا. اي لانه صغيره صغيره هلا لانه عم بعمله على الازرق يمكن اكيد يعوز وش اكثر من كوش اكيد ايه. لحتى يخبي. حلوة هالفكرة، very easy. كتير هينة وكتير مهضومة، حلوة كتير يعني. بعدين ما بدها entretien يعني. ما بدها بعدين. شفت شو هينة؟ عملنا أول زيح، عندنا وقت لنعمل الزيح الثاني رح نعمله. رح جرب أخلط ميكستشر الروز مع البلو ليعطيني موف. هيك شو رح أعمل؟ عم بخترع شيء هلا. هذا الحلو إنه بتصير أنت عم تعملي بتطلعي بأفكار. عامل هاي الروز وبالنص موف، شو رأيك؟ يلا البيت شغلة كتير حلوة، والبيت مشكلتها ما بيخلص قد ما بتجيبي وقد ما بتعملي وقد ما بتضلك بضل في مجال الواحد يغير ويجدد ويزيد. صح، بتخلصي بارت ترجع ما بتكوني رح تخلصي، بتصير بدك تجددي البارت الثاني. مشان هيك اذا نحن عملناها وطلعنا بافكار هينه نقدر نحن نحس بإليمان جديد هيك بسيط. صح. جددنا غيرنا لما نزهق عن جد كثير بيساعد وبيعطي لوك كتير حلو، وبعدين نفسيا الواحد بتحس غير شكل لما يكون مثل شيء جديد ببيته 100%. وانك انت تشتغليها بايدك مثل نوع من مديتيشن عم تعمليها. مزبوط، خاصة لما تشوفي الريزلتا يعني تنبسطي بحالك. هلا انا كان لازم اجيب شيء نخلط عليه، رح اخلط على هي مش مشكلة، شوية روز مع شوية بلو. لا كله بيتغسل يعني اكيد. بعد بدها بلش يعطي على موف يعني برجع خلطت لكينا انا خلطت اللونين مع بعضهم عطى الموف الفاتح. يا هيك بتحسي انه صار عندك مثل كومبينيشن لثلاث الوان كثير اوموجين مع بعض لابقين مع بعض. فينا مثلا لنقول اذا انا قررت اعملها ابيض فيني اعمل زيحين اسود وجري بالنص مثلا، وهون كمان زيت الشيء كمان بيطلع كثير حلو. هي عم بحكي اذا ما كان لاوضه اولاد اكيد يعني. هلا طلع شوي قريب اللون سمبلي لانه الروز حطيناه على البلو. مزبوط. هلا اذا بس نحط الكوش الثاني من الروز ايه؟ بيعطي مزبوط الفرق. هو اكيد لكن قلنا انه بدنا ننطر شوي لنقدر نعمل الوش الثاني، بس نحن رح نكمل كيف الطريقه، وانتم بالبيت بتقدروا تعرفوا انه فيكم تنطروا تقريبا ساعة ساعتين وبنقدر نرجع نعمل الوش الثاني لهيدا. هلا بالنسبة لطريقة التلزيق اوكي شو بدنا نثبتهم؟ بنحط سيليكون على ال افضل نكتر لحتى تلزق مزبوط. اوكي إيه لان هون في جوره مزبوط بدي اعبيها لحتى يوصل السيليكون انه فوت انت سوري.
اكيد بدنا نتاكد انه تكون سنترد يعني ما يكون عم بتزيح ايدنا. فينا نتاكد بالمسطره او بالمتر يعني فينا okay. مثلا امسك المسطره اذا حسيتها من ميله دافشه اكثر مثلا نقول من هون عندي 3 سنتي ونص طالع على برا وهون ذات الشيء انا زبطت على النظر اذا ما زبطت معكم على النظر نزيحها شوي فينا نزيحها شوي نتأكد انه لزقت مزبوط اكيد فينا نشيل الاكستري بمشحف قبل ما ينشف لا فينا ننطر لينشف هلا انا لانه شوي تنقدر او نتركها نخلصها هلا خلص غيره اوكي ثانيه وهو الحلو انه نترك المسك ليبين انه نحن منطلقين من سطح ايه لتكون عارفه الفكره الثانيه مين هيدا كمان ذات الطريقة أكيد بدنا نتأكد إنه عم نحطهم يكون مش وحدة دافشة أكثر من الثانية أو وحدة مقربة أكثر من الثانية ليكونوا بذات المسافة بالنسبة للخشبة كمان أنا بقدر أستعمل لنقول عم بعتبر هيدي الأرض أنا نعم وعم بدي أخذ قياسي بارابور لنقول من الحياة أو شيء الريفرنس تبعي لنقول أنا هون مبين عندي على الترات أوكي أوكي لحتى يكونوا اثنيناتهم على ذات نفس المستوى المستوى هاي هي سوري هلا عقد ما هي الخشبه عريضه في بعدهم عن بعضهم اوكي اوكي بدك تقربين على بعضهم شوي لا لانه هي المقصود انه حتى تلقى اذا كثير بدي اقربهم ما بيقعد في كثير اكليبر من من الجوانب بقى كمان ذات الطريقه بدنا نحط الجلو على او سيليكون سيليكون على هلا نحن بقى عنا وقت بنحطهم على الوجه رح كمل انا اذا بنشوفك خالصه مرت الشيء اذا بدكم ايه. لانه ما بقى عنا كثير خلص الوقت بعتقد طيب حلو كثير الفكره باسكال وكثير هينه كثير هينه مثل ما قلتي فينا نحطها بحيالها منطقه من البيت حسب اللون اللي بنختاره رح ناخذ وقفه مشاهدينا وبترجعوا معي ب ويل دان بالكوكينج